موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر الاتحادية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسة لمشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. مزيد من التفاصيل بالتقرير التالي. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، واللذان تم تنفيذهما على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أكد خلالها الاستعداد الدائم لرجال الدفاع الجوي الذين يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي. وقد تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمواقف العمليات خلال مراحل التنفيذ، مشيدا بإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقدرتها على إدارة عمليات مشتركة لمجابهة التحديات الجوية المختلفة. كما التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوي. ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة المستويات، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية وفقا لأحدث النظم العسكرية في كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى المراحل الرئيسية التي تضمنت عرض القرارات والإجراءات المنفذة من الجانبين، وناقش عددا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم واتخاذ القرارات المناسبة أثناء إدارة العمليات مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر. حضر المراحل قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. تراجعت وكالة بلومبرج العالمية وقامت طبقا لما ورد في بيان للهيئة العامة للاستعلامات بسحب وإلغاء منشورات سبق أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ونشرت بدلا منها نصوصا مصححة معترفة بأن ما سبق نشره لا يلبي المعايير التحريرية للعمل الصحفي بوكالة بلومبرج. وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن هذا التراجع والتصحيح قد جاء عقب تدخل مباشر من جانب هيئة الاستعلامات لإبداء الاعتراض على منشورات الوكالة على صفحات التواصل الاجتماعي عن الاقتصاد المصري، حيث جاءت هذه المنشورات بمثابة نقل مشوه ومغلوط عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري. وأضاف رشوان أن احتجاج الهيئة قد جاء في إطار دورها في متابعة ما يتناوله الإعلام الدولي عن شؤون مصر، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع مسؤولي وكالة بلومبرج حيث طالبتهم الهيئة العامة للاستعلامات بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي، كما طالبتهم باتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء من قام بهذا التجاوز غير المقبول وضمان عدم تكراره.
نظم صندوق تحيا مصر معرضا للملابس الجديدة في جامعة بنها ضمن مبادرة دكان الفرحة لرعاية طلبة الجامعات المصرية، وتوفير الملابس الجديدة لطلاب الجامعة المستحقين والأولى بالرعاية لإتاحة الفرصة أمام أكثر من 3000 طالب وطالبة لاختيار ما يناسبهم من المعرض خلال الفترة من اليوم وحتى 2 مايو. يأتي معرض دكان الفرحة ضمن سلسلة من المعارض التي تقوم محافظات الجمهورية طوال العام الدراسي تخدم قطاعا عريضا من طلاب الجامعات المصرية.